مرحبا برج العذراء، أهلا فيكم. بشكل عام برج العذراء هذا الشخص، الشخص القادم في طريقك أنت راح تكون جدا مميز عنده، أنت راح يكون تأثيرك جدا كبير على حياته، هو راح يكون يحبك أكثر ما أنت تحبه ومنجذب لك أكثر ما أنت منجذب له، وعلى هذا الأساس راح جدا يكون حريص أن يوفر لك أفضل سبل الراحة وأفضل سبل الحياة. خلينا نشوف حروف اسمه. عندنا حرف الدال، حرف الطاء، حرف الواو. البرج، عندنا طاقة الأبراج النارية على الأغلب بيكون برج القوس، وعندنا طاقة برج الحوت. انزين، وقت اللقاء، أول كرت هنا عندنا حق وقت اللقاء، احتمال خلال 5 أشهر أو الأشهر اللي عقب عقب شهر 5، ولكن هاي الكرت تقول لي ان برج العذراء راح تلتقون في وقت من بعد انقطاع او من بعد ممارسات دينية، يعني بيكون احتمال كبير بعد شهر رمضان او بعد شهر محرم او بعد موسم الحج، بعد ما ننتهي من العيدين، عيد الفطر وعيد الاضحى. زين، نفس الطاقة تنطبق ايضا على الاشخاص مثلا لدياناتهم مختلفة، بعد ما تنتهي فترة ممارسات دينية، احتفالات دينية، بعدها لما ننتهي من هاي الممارسات هني بتكون طاقة الالتقاء بشريك المستقبل بإذن الله. اوكي، خلنا نشوف مكان اللقاء. انتوا اثنينكم اشوفكم راح تكونون، انت برج العذراء وايضا هذا الشخص، مع احد من اخواته البنات. اوكي، راح تكونون موجودين امام هذا المكان، امام هذا المحل. هذا مكان، شوفوا، ممكن يكون مكان تبع سيارات او عربيات، او مكان حتى تبع فساتين او يبيع بضاعة، ولكن المميز في هذا المكان خدمته. انتوا تحبون ان تذهبون الى هذا المكان برج العذراء، لان هذا المكان مو فقط يبيع البضائع الجديدة، السيارات الجديدة، الفساتين الجديدة، اوكي، حتى البضائع القديمة ايضا يصلحها ويسوي لها صيانة، عند طاقة التجديد هذا المكان. يعني احتمال انك تكون رايح برج العذراء تاخذ فستانك على المكان اللي انت تتعامل معه دائما من اجل ان تعدل فيه، تقصر فيه، تطول فيه، تغير فيه شيء، وهذا راح يكون مكانك المنشود امام هذاك المكان. هو ايضا هذا الشخص راح يكون واقف ينتظر احد اخواته البنات او اهله، زين، راح يكون يصاحبهم، وقت ابدا مش متوقع لك. احس برج العذراء انت ما راح تكون وقتها جدا في افضل حالاتك الشكليه، راح تكون بشكل كاجوال، اوكي، حتى يمكن تكون خرجت بدون مكياج، بدون اهتمام مبالغ فيه بشكلك، وهذا راح يكون يمكن بالنسبه لك انت وقت غير مناسب، ولكن لهذاك الشخص وقت جدا مناسب، لانه راح يحس بالانجذاب تجاهك. اوكي، اهم شيء النتيجه، حتى لو ما كنت لابس افضل ملابسك وافضل الاكسسوارات وافضل المكياج. خلينا نشوف مواصفات شكله. هذا شخص حجمه، طوله، وزنه، عرضه ليس ضخم، هذا شخص ليس ضخم، انزين، ولكن الكاريزما تبعه ضخمه، الشخصيه تبعه ضخمه، صوته يمكن حتى ضخم، يعني شكله عادي مقبول، زين، ملامحه فيها نوع من الوسامه ولكن ليس جميل الجميلين. اوكي، طوله متوسط، ليس سمين، ليس نحيف، جسمه متناسق مع طوله، ولكن فيه كاريزما، ثقه، فيه عنده شخصيه كبيره اكبر من حجمه الجسدي، هي اللي راح تلفت انتباهك بخصوصه. اول ما راح تلاحظه فيه هو نظراته جدا حاده، يعني الشخص مو فقط ينظر اليك وبعدين يلف وجهه، لا، ياخذ راحته في النظرات، وكانما لا يوجد احد في المكان جريء، اوكي، لا يوجد احد في المكان سوى انت وهو. اوكي، هذا الشخص لما تلتقي فيه راح يكون عنده نصف لحيه. شنو اقصد؟ احنا نسميها سكسوكه، اللي هي مو لحيه كامله، اللحيه اللي تكون قريبه من منطقه الفم،
زين، مو الشنب لا، اللي تكون واصلة لأسفل الفم مع فوق الفم. كل دولة يمكن لها مسمى مختلف، احنا نسميها سكسوكة. لحيته ما راح تكون كاملة زين، ولكن عنده جزء من اللحية، شعره أسود كثيف ليس ناعم، مو شرط مجعد، ولكن شعره ليس ناعم زين، ممكن يكون شوية ملتف. هذا الشخص سنه ليس صغير، أقل تقدير راح يكون 30، واضح عليه في شكله أنه هو ليس صغير السن. أوكي، خلنا نشوف الحين أطباعه. وأيضا إيه من مواصفات شكله، أنه لما تلتقي فيه راح يكون لابس سبور، ملابس كاجوال، ولكن في شيء في ملابسه غالي، ماركة أو ثمين. أوكي، يعني لو كان تيشيرت راح يكون تيشيرت غالي، لو كان لابس حذاء وانتو بكرامة راح يكون حذاء غالي، ملابسه كاجوال ولكن غالية. خلينا نشوف أطباعه، وهذا هو الجانب الأهم اللي راح يفيدك برج العذراء. هذا شخص كثير التنقل بين البلدان، ما يحب انه يستقر في دولة معينة زين، ويمكن ايضا بسبب طبيعة عمله، لانه هو يملك حرفة او خبرة معينة تخليه مطلوب في اكثر من مدينة، في اكثر من دولة، يتنقل ما بين كذا مصنع، يشرف على كذا مصنع مطلوب، او مثلا في شركة اللي يعمل فيها في كذا فرع، كذا مصنع، كذا مقر، فقاعد كأنما هو الشخص اللي يتنقل ما بين المقرات. فطبيعته شخصيا وحتى في الوظيفة ما عنده الكثير من الاستقرار، كثير التنقل زين. هذا الشخص يتكلم أكثر من لغة ولكن ليس بإتقان، يعني يتكلم شوي يمكن أردو، أو يتكلم شوي إنجليزي، ويعرف يتفاهم مع الأشخاص اللي يتكلمون هذين اللغة بشكل جدا ممتاز، ولكن لا يتقن اللغة 100%. أوكي، فعنده أكثر من لغة ولكن ليسوا بإتقان. هذا الشخص أيضا أصوله ترجع إلى دولة أخرى، يعني بعطيكم مثال، لو كان أصوله ترجع إلى دولة أخرى، أو هو في مدينتكم ولكن أصوله ترجع إلى مدينة أخرى جدا بعيدة عليكم، أصول أسرتهم، أصول جنسيتهم حتى زين. كريم جدا، يحب الإيثار، يحب أنه يلفت انتباه الآخرين بالصرف، وهذا عكس الأسرة. ترى الأسرة اللي يأتي منها، أعرف أن الأسرة بعدين راح نتكلم عنها، ولكن هذا شخص بغير التربية اللي نشأ عليها، ويحب أن يصرف، ويحب أن يظهر للناس أنه عنده أموال. أوكي، يحب أنه يساعد الآخرين، ويحب أن الآخرين أيضا يحتاجونه، يساعدهم حتى لو ما طلبوا. أوكي، ليس على قائمة أولويات الزواج، مو ضروري بالنسبة للزواج، مو أهم شيء عنده بالحياة. مؤجل، صار لفترة مؤجل موضوع الزواج، أو يتهرب من موضوع الزواج، خصوصا لما يطرحون أهله. يأتي من أسرة ثرية ولكن لا يظهر عليهم الثراء، فهذين الأشخاص ممكن يكونون بسيطين المظهر أو متدينين، عشان كذي ما يبين عليهم مظهر الثراء. عكسه هو الشاب اللي من العائلة اللي يحب انه يظهر الاموال على نفسه، ممكن هو الوحيد من بين اخوانه اللي يكون بهذه الطريقة. اوكي، يحب الجلد الطبيعي، يحب الاشياء، المقتنيات المميزة، الاشياء اللي تكون مثلا محفظة كلها جلد طبيعي، او محفظة مثلا من جلد ما ادري الخروف، جلد التمساح، يحب هاي الاشياء المقتنيات الثمينة. اوكي، وحب المرأة اللي تكون جامعية. احب المرأة اللي يحسها تجيد لغة، مو قلت لكم هو عنده هني حب انه يتكلم اكثر من لغة، بس ما يجيدها. احتمال كبير ان هذا شخص لم يكمل تعليمه الجامعي، دخل بسرعة في سلك الوظيفة. اوكي، ولكن هو ينجذب الى المرأة اللي يحسها انها تتكلم لغة بطلاقة، تتكلم الإنجليزي بطلاقة، تتكلم أو حتى طريقة كلامها تكون راقية، تتكلم الفرنسي بطلاقة، حتى لو ما كانت تعمل، مجرد امتلاكها لشهادة جامعية راح جدا ينجذب إلى هاي النوعية من الأشخاص اللي أمامه، الأشخاص اللي عندهم اعتزاز بثقافتهم. أوكي،
اللي بعده خلينا نشوف رقم 5، ماذا سيقدم لك قبل الزواج؟ عندك 10، هذا رقم الاكتمال في التارو، وهذا يقول لي راح يقدم لك الغالي والثمين. ولكن الجميل في الموضوع انه قبل كل شيء وحتى في القراءات السابقة للأبراج الآخرين، هذا شخص راح يحرص انه هو يلتقي بأهلك قبل ما تصير الخطوبة الرسمية وبعيد عن أهله، يعني حتى قبل أن يأتي بأهله راح يحرص انه هو يأتي بشكل شخصي بشكل رسمي، يمكن لوحده ويجلس مع الوالد أو يجلس مع الأب في العائلة أو الأخ الأكبر. عنده ضروري أن يكون في تفاوض أو تفاهم تحت الطاولة، يمكن لأن أهله راح شوي، لا تنسى طبيعة أهله، يمكن لأن أهله راح يكون عندهم كلام ثاني أو اتفاق ثاني أو شروط أخرى، فكأنما هو هني يحرص أن يكون في اتفاق خفي غير معلن بينه وبينك وبين أهلك، وتكونون على تفاهم. يعني مثلا حتى لو صار في خطبة رسمية واتفقوا الأهل على أن الشبكة تكون بالقيمة الفلانية أو المهر بالقيمة الفلانية، هو راح يتفق مع أهلك في الخفاء أن راح يعطيكم أكثر، راح يسوي أكثر، ولكن خلى مجرد الموضوع يمشي من أجل أن الأمور تمشي وتصير الخطبة، ولكن راح يكون في شيء زيادة من عنده. أوكي، هذا الشخص راح يتباهى فيك أمام الكل، وهذا شخص راح يعطيك مصروف قبل أن تطلب منه، لمجرد أنه تظهر لأنك محتاج أو 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 عندك يمكن التزامات، خصوصا لما تذكر أن عندك التزامات مالية، هذا الشخص من نفسه راح يعرض عليك أنه مو فقط يدفعها وإنما يهتم، يحب يهتم فيك ويدللك ماديا. أوكي، وأيضا في شيء ثقيل راح يعطيك إياه كهدية، احتمال يكون شبكة ذهب ما أعرف، ولكن شيء ثقيل شيء ثمين ذا ثقل راح يعطيك إياه، يمكن أيضا يكون بدون علم أهله. إنزين، ولكن الشيء اللي أشوفه أيضا إن قبل الزواج راح يحرص إنه يكون في تحضير لعرس كبير، لزواج محترم مثلا في فندق كبير أو في مكان راقي، هذا أيضا من الأشياء اللي تميل إليها طاقته. أوكي، خلينا نشوف الحين أسرته، نتكلم عن أسرته عشان أفهم لك وأوصل لك معلومة ليش ضروري عندنا يكون في اتفاق خاص بينك وبينه أو بينه وبين أهلك حتى قبل أن يأتي بأهله، لأن أهله نوعا ما صعبين، أهله نوعا ما وإن كانوا يملكون الكثير من الأموال، ما أدري إذا خبرتكم أسرة ثرية ويملكون الكثير من الأموال، ولكن نوعا ما بخيلين، عشان كذي هو مبتعد عنهم، نوعا ما صارمين أو صعبين في التعامل، محافظين. أوكي، يحبون ما أدري يمكن متدينين بزيادة، يحبون لأن أشوفهم اللون الأسود. ممكن يكون عنده 8 أخوة وأخوات أو 6. أوكي، لأن إذا نضيف الأم والأب أصير كامل العدد 8. ما عنده الكثير من الأخوة الذكور، يمكن فقط 1 أو 2. عدد الخوات الإناث في عائلته يغلب عدد الأخوة الرجال. أتوقع هو الأكبر ما بين الأولاد. زين، هذين الأشخاص وأسرته ظاهرهم بسيط، ولكن يجلسون أو تحتهم الكثير من الأموال، الأموال المدفونة، الأموال اللي حتى ما تخرج إلى الآخرين، الآخرين حتى ما يعلمون أن هذين الأشخاص يملكون ويملكون ويملكون. هذين يشترون، أسرته تشتري الممتلكات ولكن لا يخبرون، لا يشاركون الآخرين، فما في أحد يدري أن هذين، نعم عندهم فكرة أن هذين الناس مرتاحين ماديا، ولكن ما حد يعرف مستوى ثرائهم الحقيقي لأنهم كل شيء يسوونه ساكتين. زين، هذا شخص ليس قريب من أسرته كثيرا، قلت لك لأنه ما يحب هذه البيئة، بيئة الصرامة، بيئة البخل، ما يحبها، التدين حتى. فهذا الشخص قبل الزواج راح تكون علاقته عادية مع أهله، ليست قريبة، ولكن بعد زواجكم وبعد ما أن يبتدي يشوفون أهله يصرف عليك ويسوي لك عرس كبير أو يحرص أنه يوفر لك أفضل سكن وأفضل حياة، بتشوف أن هني عقب فترة من الزواج ينشب خلاف بينه وبين أهله بخصوص هذا الموضوع، يمكن أيضا خلاف بخصوص
طريقة صرف الأموال، خلاف بخصوص الورث، خلاف بخصوص، لأن أنت أشوفك من تدخل حياته إنزين راح يزيد الضغط عليه من قبل أهله، وهو أشوفه راح ياخذ موقف دفاعي جدا تجاهك، لأنه قلت لك مهم عنده بالنسبة له إنه يوفر لك أفضل حياة، فهني بيصير عندهم خلاف بخصوص الأموال والورث. شنو بعد؟ في هني طاقة تحذرك إن لا تتقرب من أهله بسرعة، ولا تثق فيهم بسرعة، ولا حتى تسمح لهم إن يسيطرون على حياتك من البداية. شوف الأمور بشكل عام، على قولتهم في مثل، ابنك على ما تربيه وزوجك على ما تعوديه. فهني لا تعتقد إن بارتباطك من هذا الشخص إن أنت محتاج جدا لموافقة أهله، وإن أنت تسوي الأمور على طريقة أهله. من البداية خليك واضح، يدك في يده، يدكم موحدة، وجهتكم موحدة، ان انتو لكم رأيكم الخاص، لكم توجهكم الخاص في الحياة. اذا مثلا تحبون تسكنون في هذه المنطقة براحتكم، يعني من البداية راح تكون في محاولات من اهله للسيطرة عليكم، هو ابدا ما راح يقدرون عليه، ولكن يمكن بسبب كثرة تنقله فراح يحاولون ان بالعكس يتقربون منك، عشان اذا ما قدروا يسيطرون عليك بالعافية يسيطرون عليك بالتحايل. فانت هني في تحذير لك من هذه العائلة، خصوصا من الاناث في هذه العائلة، لان الاناث عندهم شوي طاقة وسوسة وطاقة خلافات، يسوون مشاكل. اوكي، اتمنى اني حذرتكم. وين راح تعيشون مع بعض؟ هذا مكان جدا عالي، شريككم راح يختار مكان غير تقليدي عشان يعيشكم فيه، مكان مستقل، مكان راقي، احتمال يكون كومباوند. الكومباوند هو عبارة عن مجمع او ارض كبيرة فيها الكثير من المنازل، الفلل. اوكي، وكل فيلا، ما ادري ايش تسمونها في، على حسب كل دولة، وكل فيلا تكون تقريبا تشابه الفيلا الثانية، ويكون يكون لهم عندهم امن وسيكوريتي، والمنطقة تكون راقية، وكأنما مجتمع خاص فيهم. ولكن بشكل عام هذا مكان عالي فيه كذا دور، يمكن راح يقرر انه يستأجر او يشتري شقة في مبنى جدا عالي، جديد، حديث، بعيد ومستقل عن اهله. اوكي، خلينا نشوف ماذا سيحب فيك. انا اوريدي اعطيتكم فكرة مساعة، خلينا ندخل في الطاقة بتعمق أكثر بتفاصيل. أول شيء هذا الشخص راح ينجذب لك لأن أنت لست من أهله، ما بحب، سبحان الله، ما بينجذب لأي شيء من أهله، وكان في محاولات سابقة قبل أن تدخل حياته أن يزوجون ببنت الخالة أو بنت العم، ولكن فشلت محاولاتهم. انجذاب الأساسي لك ولأهلك هو أنك لست مثلهم، لا تحب التحكم، زين، ولا وما عندك هني في نوع من العقدة، ما عندك عقدة البخل، العقد اللي هي موجودة في أسرته، عقدة البخل أو عقدة التدين أو عقدة التحكم مو موجودة عندك، فراح يحبك من أجلها، عقدتنا أنت إنسان مريح التعامل معك. زين، في شيء يخص الطول راح يحبه فيك، ولو إنه هو ليس طويل جدا، ولكن يحب فيك، إما أنك تكون طويل أو تلبس كعب، هذا شيء جدا يجذب لك. زين، احب الاشياء الغير التقليديه، احب التاتو. زين، احب ان انت راح تساعده على ان ينتقل، من يبتعد حتى بزياده من بيئه اهله الى البيئه اللي يطمح انه يعيش فيها ويربي فيها ابنائه، وهي بيئه فيها حريه اكثر، فيها غير تقليديه. اوكي، عادي، يعني مو شرط المرأة هي دائما اللي تكون تجلس مع الأطفال. هذا الشخص طاقته عادي ان انا اجلس مع الأطفال، ومثلا زوجتي تذهب الى الصالة الرياضية، زوجتي تروح مثلا تخرج مع صديقاتها. احب ان يعطي، ان يجدد في حياته. اوكي، وهذا راح يسبب لك ان انت ترتبط بشريك جدا يدللك. نصيبك برج العذراء. خلنا نشوف هل راح يكون من مدينتك او مدينة اخرى، هل من دولتك او من دولة اخرى. هذين الاشخاص اسرته قلت لكم في البداية احتمال ان الاحتمال الاكبر انهم يأتون من دولة اخرى، اصولهم القديمة
من دولة أخرى، ولكن صار لهم فترة طويلة عايشين معاكم ومن ثوبكم. ممكن احتمال كبير أن تكون من نفس المنطقة أو من عايشين قريب منكم، مو بعيد عنكم، يعني مدينة قريبة منكم، أوكي، ولكن أصولهم منطقة ثانية، منطقة بعيدة، دولة أخرى، أوكي. عزيزي برج العذراء، هذه كانت قراءة مواصفات الشخص القادم في طريقك. أتمنى لكم كل التوفيق.